وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من بغداد الناشط في تظاهرات بغداد السيد عادل حاتم. مرحبا بك سيد عادل. مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا بكم. سيد عادل، بداية، متظاهرو بغداد أكدوا أنهم باقون في ساحات الاعتصام ولن يتراجعوا حتى إسقاط النظام. كيف ترون التحديات التي تواجهكم في الفترة الأخيرة؟ يعني هي هذه حقيقة، يعني ساحة المعتصمين والمتظاهرين والدعم العوائل الأهالي النساء أمهات المعتصمين أخوات، ثم هذا متواصل، وأي لحظة ممكن يرتفع الزخم وممكن يبدأ، هذه قضية محسومة يعني. أما التحديات الحقيقة يعني من جانبين، الجانب الأول اللي هي طرف السلطة وأساليبهم بدأت مكشوفة، وهو ما عندهم حل، الحل الأمني، والأمني طبعا في البداية فشل بالرمي والقتل وغيره والغازات، وبعدين بدأوا يستعملون أو طريقة جديدة هي الخطف والقتل وأطراف بغداد، وهذا أيضا طريقة بائسة تقديري، لأنه تزيد الغضب وتزيد التحدي عند العوائل مو بس عند المعتصمين. هذه هي الصورة بشكل بسيط. أما القضية الأساسية تقديري على ما يجري الآن، خاصة يوم الخميس اللي هو باكر آخر يوم المحدد للصورة تكون أوضح بعد، يعني الخارطة الطريق اللي رسمت جهة التحرير، وأقدر أنا مسموح لي أو أسمح لنفسي أحسب اسم أعداد كبيرة جدا واضحة، يعني هي حكومة مؤقتة أي اسم نسميها، من شخصيات أكاديمية إدارية مهنية عراقية تاريخها نظيف غير مستوه في هاي الأحزاب، مهمتها محددة تماما وقليلة قصيرة بأربع نقاط، هذه مهمتها فقط. نعم. الأول، أول مهمة تصدق على قانون انتخابي اللي راح ينكتب من مختصين ساحة التحرير، هيئة مستقلة أيضا ومرشح فيها أيضا من ساحة التحرير ومختصين، تفعيل قانون الأحزاب، واللي يقرأ قانون الأحزاب يشوف في خروقات من الطرف الآخر عجيبة غريبة. والشغلة الأخيرة هي الانتخابات اللي بعد ممكن 6 أشهر أو 8 أشهر، هذا المطلوب من الحكومة اللي احنا نريدها. نعم سيد عادل، هذه المطالب يعني ظهرت في أول يوم من أيام الثورة. ذكرتم في حديثكم وإجابتكم عن الأساليب الأمنية، يعني أكيد تقصدون الاغتيالات والاعتقالات وحتى التهديدات. يعني سيد عادل، الاغتيالات زادت بشكل مضطرد في الفترة الأخيرة، بما تفسر تزايد الخطف والاغتيالات من قبل القوات الحكومية والميليشيات ضد الناشطين؟ يعني أنا أفسرها هو نتيجة الحقد والكره واللا إنسانية والوحشية والتوحش اللي يميز هذه الشخصيات كأفراد وكمنظومة سياسية أو كمنظومة ميليشياوية. يعني صدقني هم يعرفون كل زين هذه الأساليب، والقتل والخطف هو ما يأثر ولا راح يأثر، العكس يخلق تحدي جديد، بس هو قضية حقد، قضية نفسية سايكولوجية داخلهم، هذه الأمراض النفسية اللي يعانون منها، الكره، الحقد على أي شيء يرفضهم، على أي شيء يفتح صفحة جديدة بيضاء لهذا الناس لهذا البلد، بالنسبة لهم أي شيء جديد هو يعني كفروه غير مقدس، يتجاوز على قدسيتهم هاي المزيفة، فهم مو أكثر من حقد وكره وحشية، هذا اللي يدفعهم للقتل والخطف. إذا سيد عادل، هذه الأساليب كما تقولون لن تؤثر وليس لها أي أهمية تذكر لدى المتظاهرين وعزيمتهم. سيد عادل، بغداد ليست الوحيدة التي أبدت إصرارها على مواصلة الثورة، أليس كذلك؟ لكن المحافظات الجنوبية أيضا تتحرك بشكل مبدع كذلك، كيف ترون الحراك في المحافظات الجنوبية؟ وهل إغلاق الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية سيسرع من إسقاط النظام برأيكم؟ يا
يعني هو الحقيقة شيء مكمل الشيء، يعني عند ما يصير نشاط بأي محافظة ينعكس على المحافظات الأخرى، وعند ما تنشط بغداد هذا النشاط أيضا يصل شعاعه إلى المحافظات والساحات الاعتصام الأخرى، وهذا وأيضا أكو تواصل بين بغداد والمحافظات، وأكو وفود تجي وتروح ونقاشات وهواي أمور كثيرة بين الشباب دي ينسقون عملهم وغيرها. قضية إسقاط الحكومة يعني أكو قضية أيضا لازم نعرفها. إحنا صحيح إحنا أصحاب القرار وإحنا الأول والأخير، لكنه ما ننسى أنه أكو جانب دولي وجانب إقليمي أيضا، هاي الطرفين دي يشتغلون أيضا بقوة وطاقة، ممكن يأثرون علينا، ممكن يكونون خطوة إن قادمة، هذه أيضا إحنا يعني لازم ما ننساها. أكو ضغط دولي، أكو دعم إقليمي لهاي الحكومة، أكو صراع مشمول الجميع ذي ساحات الاعتصام، أطراف دولية وأطراف إقليمية. إحنا عمليا أثبتنا كرقم، وعلى أي طرف آخر يريد يشتغل أو يريد يعني يبحث عن مصالحه وغيرها عليه أن يحسب ألف حساب لهذا الرقم الجديد اللي هو اسمه الشارع العراقي. هذه إسقاط السلطة هي سقطة، صدقني هي ساقطة. يعني هي الآن محاصرة في منطقة ما عندها أي حلول، ما عندها أي تصورات، ما عندها أي رؤى. يعني ممكن حل واحد ممكن ينقذها وأيضا فشل، هو جر الساحة، جر أطراف أخرى لحرب أهلية بين قوسين شيعية. قضية السنك، الأحداث السنك الغرض منها مو قتل المتظاهرين وإلى آخره، الغرض منها كان جر إلى حرب، يعني حرب وقتال وسلاح وفشلوا، وحاولوا مرة أخرى وفشلوا. وهذا الطريق الوحيد اللي ينقذهم، وبالمقابل أكو إصرار على عدم الانجرار والبقاء على السلمية. إذن فشلوا سيد عادل بزرع الفتنة من جديد، وكما تحدثتم عن أساليبهم في القمع والاعتقالات، نعود مرة أخرى أسألك من جديد، القوات الحكومية وميليشياتها تعتقل عددا من المعتصمين أمام حقول نفط الرميلة الشمالية، هل هذه الاعتقالات تؤثر برأيكم في عزيمة الثوار وصولا إلى تقويض الحراك؟ لا يعني أكو أحيانا أكو بعض الممارسات نتيجة الانفعالات والروح الشباب وغيرها، بعض التصرفات إحنا ما نقبل عليها، نحاول نحد منها، بس بشكل عام أي حراك أي ضغط في مجال يخص هذه الدولة هذه الحكومة هو بالتأكيد يعجل بحصارها. وأنا قلت لك هي ما عدت ما باقي لها شيء، صدقني هي محاصرة تماما، يعني كان ننام بالتحرير بأي ساحات اعتصام، وهم ينامون، هم يعني في حالة يعني لا يحسدون عليها. وقضية وقت هم يعولون على جر أطراف أخرى في حرب، وهذه الحرب ما راح تصير ولا تصير، وبالتالي ما عندهم أي حل آخر. عليهم أن يحترفوا بهذه الحقيقة، وعليهم أن يقتنعوا، وهذا هو الواقع، خل يقرون الواقع بشكل صحيح، أنه هذه المرحلة انتهت، وأكو عراق جديد انفتح صفحته من 1/10، وما ممكن تنقلب الصفحة إلى الخلف، دائما إلى الأمام. وهم بالتأكيد مصالحهم ونقودهم وكراسيهم وأموالهم وقساتهم هذا ما ممكن يتنازلون عنه بسهولة، ويحاولون يصارعون، يحاولون يلقون منافذ عندنا بداخل التحرير، يحاولون يخففون الضغط، يخففون الزخم، بس هاي كلها فشلة. نعم. ودي يحاولون، وكل محاولة هي فاشلة، وبالتالي هم هي حكومة ساقطة، هي مو حكومة الحقيقة، هي طبقة سياسية كاملة سقطت، محاصرة ما لها أي مستقبل بالعراق، قضية وقت فقط. نعم، الناشط في التظاهرات في بغداد السيد عادل حاتم، كنت معنا، شكرا لانضمامك إلينا.